كما أعلن وزير الإسكان أنه تم تأمين وصلات المياه والصرف الصحي في عدد من المناطق بأسوان، موضحا أنه قد تم تطوير الصرف الصحي في 101 قرية بنسبة 92% من قرى أسوان، ويتم حاليا تطوير باقي القرى بالمرحلة الثانية من حياة كريمة. والحقيقه عملنا كمان رصد جوه المنازل للشبكات كمان الداخليه اللي معموله بمعرفه اهالينا، والحقيقه يمكن رصدنا بعض الحاجات اللي ممكن تكون يعني مش مطابقه نوعا ما للمواصفات، ومع ذلك نزلنا الفرق بتاعتنا امنت هذه الوصلات كلها بالكامل، سواء تغذيات الميه او حتى تغذيات او ترانشات الصرف الصحي اللي موجوده في بعض القرى. زي ما حضراتكم عارفين احنا يمكن يعني في ضوء المبادره الرئيسيه العظيمه اللي خاصه بمشروع حياه كريمه، الحقيقه احنا في محافظه اسوان تحديدا يمكن انتهينا من 101 قرية دعمناهم بالصرف الصحي بالكامل، ودول بيغطوا نسبة حوالي 92% من إجمالي القرى في محافظة أسوان، ومتبقي معانا 16 قرية ضمن المرحلة الثانية، وتم طبعا تدفيع يعني العجل العمل فيهم بشكل كبير جدا، هم ضمن المرحلة الثانية في هذا المشروع.